السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على علي بن شيخ. علي بن شيخ وين كما يسموه هو المدعو عليلو، وين شنا بعد المستوى تاع المنتخب الوطني الجزائري، وين هذه القناة تتكلم إلا على انتقاد المنتخب الجزائري، بصح ما تتكلمش على الفساد. الفساد الرياضي ما تتكلمش عليه. عندهم عمل يقوموا به وهو تحطيم المنتخب الجزائري بطريقة ذكية، بطريقة اللي راهم يمشوا بها طريقة ذكية جدا. بعد ما حطموا المنتخب الوطني من 2000 وين بداوا المنهج تاعهم هذا، بعد نهاية كأس العالم في بداية 2015 وين بدأوا في الحملة تاعهم من أجل تحطيم المنتخب الجزائري، وين تلقوا أوامر من عند ماماهم، تلقوا من عند ماماهم من أجل تحطيم المنتخب الجزائري. وش النا كيفاش جاوا هذه الاتحادية، كيفاش وين نهار حاكي جمال مناد وين قال لهم ماجر كان رايح يبني فريق 100% فريق محلي، منتخب وطني محلي، وطرد هذا اللاعبين هذو اللي راهم يصنعوا افراح المنتخب الوطني الجزائري، راهم يصنعوا افراح المنتخب الوطني الجزائري. على ذلك اليوم نتكلموا عن كلمة الأسطورة او الأيقونة او ما شابه ذلك من صفات التعظيم والتكبير. هناك لاعبين كبار بأتم المعنى الكلمة كمصطفى دحلب ربي شافيه، أم رزقان ربي طول في عمره، فرقاني، حتى تصفاوت باعتباره هداف تاريخي للمنتخب الوطني، أمثال فاني كاين بلومي، كاين عصاد، هذو اللي جبدوا روحهم. كان يقول لك عصاد علاش جبد روحهم الهداف، عصاد جبد روحهم الهداف، كانوا يعايروا في نسيبه، صابهم يعايروا في نسيبه من قسنطينة، وكان مسؤول في الرابطة تاع قسنطينة، وين كانوا يعايروا فيه وكانوا طايحين عليه، وين دابز مع هذاك الزيرو، هذاك دابز معاهم باش يكون على بالكم. وين نعاودوا نولوا نتكلموا على هذا صحاب اللي يبغوا جنون العظمة والتكبر. هناك لاعبين كبار بأتم معنى الكلمة كمصطفى دحلب ربي شافيه، مرزقة الفرقاني، بلومي، عصاد، يعني طيب دريد فانيك نعترف به، دريد الوحيد اللي رفض طالب تاع ماجر وين قال له تكون معايا مدرب، قال له لا، قال له انت ما راكش مدرب، قال له انا نجي مدرب وانت مساعد تاعي باش يكون على بالكم. وين شاهدنا كيفاش وين نقولوا باللي تاع دريد وين قال له باللي انا نجي مدرب تجي مساعد تاعي، مش كيف من هادو اللاعبين كبار باتم، وين نتكلموا على لاعبين كبار باتم المعنى الكلمه، وين هما بعاد على الساحه، راهم بعاد على الساحه، ما تكلموا ما والو، يعني الكلمات نقولوا كيما دحلب، كيما مرزقان، فرقاني، عصاد، بلومي، حتى تصفاوت وين يعتبر لعاب وهو هداف تاريخي للمنتخب، لكنهم بعيدون كل البعد عن الأنظار، هم أشخاص محترمين. لذا فالسيد بن شيخ بعيد كل البعد عن الألقاب واللقب الأسطوري والأيقونة كما يسماوه في تلك القناة. الحاجة اللي تشوفها تقلقك شوية، ماشي تقلقنا، نشوفوا ناس وحدة أخرين كيفاش يخمو لك. هي أول كاين ناس تقول لك باللي يتكلم الحقيقة، وأنا أقول لهم من هذا المنبر شكرا لكم، لكن ساهمتوا في تدعيم من أجل تحطيم المنتخب الوطني لولا تفطن الجمهور الجزائري، الجمهور العاشق للمنتخب الوطني الجزائري، اللي فاق بالخبايا تاعكم. هذه هي هذيك نشوفوا باللي
كيسموها جابوا لكم في لا غرون بوست هذيك الشيخه كيسموها هذيك تاعهم هذيك خالتهم مريم هذيك داروا بها حمله وين الناس ولا يقول لك قالت لهم ما جروا بالشيخ عنده الحق الناس قالوا له والله لا بالشيخ وما جرى عندهم الحق والله لا قالوا لنا عندهم الحق راك تشوف وين دوروكم وهذو يمشوا غير بالنساء خطره هذه مساء هذه امراه والتاليه تاع تربص امراه اي كيما هكا هو وحنا غادي نقولوا له نرد الناس ناس ناس اللي كانوا يقول لك باللي عنده الحق وروا لنا فاش عنده الحق حنا نقول لكم نبداو تعقلوا مين كان يقول كانتي افضل من محرز اوبانيونغ افضل من محرز صلاح افضل بكثير من محرز محرز لعاب عادي ما عندوش بلاصتو في السيتي هذه قالها 2017 ديبر واه 2017 ديبروين سويغلاس لا يساعد خطة غوارديولا في صيف 2018 مع قدوم محرز وين اصبح وين نقولوا بلي اصبح ديبروين شيكور في السيتي على حد قوله شنا كيفاش يدفق ليسونس وين قالوا ماندي لعاب ضعيف زفان لعاب عمك شوارع في الدفاع قديولا غيتاع الضرب والتسديد في غولي يجري كيما البراكة مبولحي ردوهن مجاهد تايدير سويغلاس تذكروا تايدير 2014 مع حليلو وتايدير كان عنده الفضل في تسجيل الهدف الوحيد من ربحنا 1-0 في رواندا ربحنا 1-0 كاليفيكاسيو كوب دي موند الهدف هذاك اللي عاود ردنا المرتبه الاولى خاطر كانت المالي هي البرومي بن طالب بيخاف على رجليه وذلك بالتاكيد من فتره وين شنا كيفاش وين كان ياكد فيها ويعاود باللي بن طالب بيخاف على كرايه غلام وين اتهم العائله تاعو انها تبحث عن مصالحها في البلاد وين شكاو به رجع غلام ولا يخاف هو ولا يخاف من الغلام وين شلنا الفساد الرياضي لا يوجد شخص في العالم هذا الاشياء لذا ونعود الى الفساد ستكون ذلك تلك القناه راكم عارفين القناه وينها اكبر مصدر للفتنه والفساد وحتى اللاعبين المحترمين وين ابتعدوا عن ذلك المستنقع ابرزهم صالح عصاب حيث أن اسمه وسمعته لا يسمحان له بالحضور مع أشخاص منبوذين من طرف المجتمع الجزائري مثل كويسي اللي فليكس اللي داروا له منطاوه في القناة وين صاحبه اللي داه ديريكتور تاع القناة هو صاحبه اللي داه يعني وين شلنا كيفاش كويسي قاسي سعيد وعليلو يعني نقول لكم باللي اليوم وين اصبح المنتخب الوطني يزعج هذا الناس هذا ويصبح شويه يضرهم نتائج لنا انا يا بغي ما يقول لك انا مع المنتخب الوطني انا ضد هذه الاتحاديه ما انا المنتخب ناس يعيطوا لي شاهدين عليا يعيطوا لي منا فرحان منا منتخب وطني انا مع المنتخب الوطني الجزائري فأنا ضد هذه الاتحادية تسيير الاتحادية اللي كانوا متواطئين مع ماجر باش يديروها 100% لاعبين محليين 10 من البارادو ودمر باش يكون على بالكم 10 من البارادو ودمر كانوا متواطئين باش يحطموا الفريق الوطني يطردوا قاعد اللاعبين ما يتعقلوا كيفاش بداوها بداوها من الغلام وجاو من الغلام وقلوا هذه حقيقة رانا نتكلموا فيها ماشي كذب غلام بطاحوا في الغارديا في مبولحي بالك ما صاو كيما ذا بالرحمة غتايك نساوه أوكسدا نساوه بالناصر كانوا غادي ينساوه يا ودي سايق ولا سايق وزيد هذه الصحافة الخبثاء المنبطحين
هادو شاو لاو يديروا ما كاش اللي هدرها. كنت نهضر هاكم في 2017 كنت نقول لكم يا ودي راهم يشكروا في ابراهيمي، راهم يشكروا في ابراهيمي ومع شكون لعب هذاك ابراهيمي، ولاو يشكروا في ابراهيمي ولاو يشكروا في ابراهيمي وادم الوناس، ولاو يشكروا في ذو زوج لعابه. قال لك حنا نخلو غير ذو زوج لعابه والاخرين قاعد ديكاج ونلعبوا. عاودوا ولوا تشو عاودوا ولوا فيريساكم اللي عنده ذاكره يعاود يولي ويشوف شكلو يهضروا يقولوا ادم الوناس ادم الوناس، وواحد يقولوا ابراهيمي وواحد يقول. قال لك نخلو ذو زوج والاخرين قاعد نطردوهم ونلعبوا بالتوالى. هاك تشو كيفاش او على ماجر كان يقول لكم شونتي نيتك واتن شونتي انا في شونتي خار اخر صاحبه اللي كان ياكلوا في رحبه خرج قال لهم باللي بغى يطرد كاع اللعابه. كانوا رايحين يهدوها خارج النهار اللي جا بلاكار، كانوا رايحين يهدوها خارج بلاكار ميجا. ماجر كان مستشار تاع رئيس الاتحاديه جاي خويا بيهد يمشي علاش خلي لهم بلاكار ولا لعاب يجيبوه وطرد هذو كثر خير الشعب كثر خير الانصار تاع المنتخب الوطني الجزائري. خاطش على لهم كوما وقفوش الانصار تاع المنتخب الوطني الجزائري الصحافه كانوا موجودين الدبابات تاعهم كاع على اخر على المدرب الفريق الوطني الجزائري كانوا متهمين باش شن ذاك مصطفى معزوزي مي قال لهم عنده عقليه خامته قال لهم قاس الاعلام راه جاي من القطر ولي يجي من القطر. انا من الله ما فهمت هذه تاع اللي يجي من القطر ماذا بكم فهموها لي والله ما فهمتها. تما اللي يجي من القطر كيفاش ما فهمتش عادوا الجزائر يعمل مع القطريين والله ماني هذه راني نحوس عليها وما نعرفش.